كانت في طريقها من الميناء إلى البنك، لكن ميليشيا المجلس الانتقالي كانت لها بالمرصاد. الحديث هنا عن حاويات تحتوي على عملات نقدية تابعة للبنك المركزي اليمني، قدرتها مصادر مطلعة بما يقارب 80 مليار ريال، بما يعادل 130 مليون دولار. البنك المركزي اتهم المجلس الانتقالي بالاستيلاء على الحاويات المالية، مؤكداً في بيان له على أن قوة تابعة للانتقالي كانت بموجب اتفاق مع إدارة البنك في مهمة حماية الأموال ونقلها من ميناء عدن إلى المقر الرئيسي للبنك، لكنها سلمت تلك الحاويات للمجلس الانتقالي. لم ينكر المجلس الانتقالي عملية السطو على الأموال، إلا أنه أعاد تعريف عملية السطو بما أسماه بالتحفظ على الأوراق النقدية المطبوعة. وقال الانتقالي في بيان له إن التحفظ على تلك الأموال أتى بهدف تصحيح مسار عمل البنك وفي إطار خطواته لحل مشكلة انهيار العملة المحلية وتجفيف منابع الفساد. بالنسبة للحكومة، فإن ما قام به الانتقالي من سطو مسلح على حاويات البنك ليس سوى انتهاج لأساليب العصابات وتأكيد على استمرار تمرده. وغردت الخارجية على تويتر بأن الانتقالي مصر على التنصل من اتفاق الرياض وتعطيل مؤسسات الدولة، مجددة وصفها للانتقالي بالميليشيا المسلحة. تعد هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها المجلس الانتقالي بالاعتداء على أموال البنك المركزي خلال العام الجاري 2020، وهو ما فسره محللون بأن الانتقالي يمارس سياسة لي الذراع مع الحكومة لإجبار البنك على دفع نفقات الانتقالي ورواتب مسلحيه التي تربو على 17 مليار ريال، لكن السؤال الاستفهام لا يزال يحوم حول صمت السعودية.